ومن بعد هيا وها الفيلة التايلندية باللون الأزرق وباللون الأصفر. الحين نروح حق الفيل الآخر وهي أيضا تميمة لألعاب آسيوية. هذه الشخصيات أكيد في آسيا يحبونها الفيلة وهي قريبة لهم، شخصيات أيضا هي تعتبر خيالية وعادة ما تكون حيوانات محلية أو حتى شخصيات بشرية تمثل فيها التراث الثقافي حق المكان اللي تقام فيها هذه الألعاب الآسيوية، وتستخدم عادة هذه التمايم للمساعدة في تسويق الألعاب الآسيوية للجمهور الأصغر سنا، مثل ما يقول يحببونهم في هذه الألعاب. ولكل دورة ألعاب آسيوية من 1982 يكون لها تميمة خاصة فيها. حلقتنا اليوم أو حلقتنا اليوم الجزء الأول خلصنا اللي هما هيا وها. الحين الفيل اللي عندنا لا اسمه عاد مختلف، أبو، وهي تعتبر أول تميم للألعاب الآسيوية في عام 82 خلال هذه الدورة الآسيوية اللي أقيمت في نيودلهي في الهند في هذه السنة. يا أخي سنة جميلة 82، اللي ما يعرف 82 ما عاش، اللي ما انولد في 82 ما عاش. على العموم تم تقديم أول تميم للألعاب الآسيوية كان اسمها أبو وهو فيل هندي. خلصنا من التايلنديين رحنا إلى الهند، وتحول الفيل أبو اللي استحوذ على الأضواء خلال دورة الألعاب الآسيوية في دلهي عام 82 إلى مشلول فعلياً. شلون؟ بعد ما توقف عن الحركة بسبب سقوط تعرض له من سنوات ما كانت قريبة عن 82. وأبو اللي هو هذا اليمبي هو التميمة الأولى الآسيوية اللي يعاني في صمت من الألم اللي خلف الحادث في معسكر الفيلة، وكان هذا الفيل الضخم اللي كان اسمه الحقيقي حزتها كوتي نارايانان. هذا حزتها كان اسمه كوتي نارايانان. بعدين قدم أحد الموردين للبطولة جزء من القطيع اللي تم نقله إلى دلهي بحفل الافتتاح للألعاب الآسيوية، وعلى هامش الألعاب الآسيوية اكتسب أبو إعجاب الجميع في مظهره الأنيق ومقالبه الطفولية. يعني وقت اللي يسوي هالسوالف والألعاب تدري يعني الحيوانات لما يتفاعلون مع البشر يستمتعون فيهم ويستانسون منهم. ويقول لك عند عودته من دلهي حظي أبو باستقبال حافل، وأين ما راح كان يجذب حشود كبيرة من هالبشر، وفعلا كان له بصمة مثل ما يقول أو أيقونة عند كل مدينة يزورها. لكن مات كوتي نارايانان أو الفيل أبو في تاريخ 14/5/2005. أروح إلى دورة الألعاب الآسيوية التاسعة والمعروفة أيضا باسم دلهي 82، كانت في الفترة من ما بين 19/11 إلى 4/12/82 في مدينة دلهي هي العاصمة في الهند، وتم تحطيم 74 رقم قياسي في هذه الألعاب الآسيوية في هذا الحدث. شهدت دورة الألعاب الآسيوية بداية هيمنة الصين على حصيلة الميدال، يعني بلشوا يصعدون في الترتيب العام كمركز أول. فازت اليابان بأكبر عدد من الميداليات في النسخ السابقة ما قبل الصين، وقد فرضت فعلا الصين حضورها في عالم الرياض بإقصاء اليابان من عرش أكبر عدد من الميداليات، وفعلا أصبحت الصين هي الأولى. في إطار استعدادات هذه الدورة التاسعة تم تقديم التلفزيون الملون في الهند على نطاق كبير، وكان من المقرر بث الألعاب بالألوان. ما في ألوان. كان شعار الألعاب عبارة عن صورة ميشرا يانترا وهو إحدى الأدوات الفلكية الأربع المميزة لمرصد يانتار مانتار في مدينة نيودلهي. وشاركت سيول كوريا الجنوبية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية العاشرة التالية في عام 86، والألعاب الأولمبية الصيفية 24/24 في عام 88 في دورة الألعاب الآسيوية في دلهي بوفد مكون من 406 أشخاص، بما في هذا الأمر خلينا نقول فريق مراقبة لدراسة المرافق والإدارة والأهداف، يعني مو بس لاعبين ولا إداريين، لا لا حتى فريق يعني إداري كامل عشان يتعلمون ويشوفون شنو الشيء اللي نقص في هذه الدورة يكملونها في دورتهم الجاية عندهم في كوريا الجنوبية. وقيمت النسخة التاسعة في عام 82 تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي OCA، والهند حققت أداء لائق
في دورة الألعاب الآسيوية عام 82 واحتلت المركز الخامس برصيد 57 ميدالية، وهو أعلى رقم للبلاد أو للهند نفسها حتى عام 2010. وتصدرت الصين المركز الأول برصيد 153 ميدالية. بس جاءت النتائج كالآتي، وفعلا هي كانت مثيرة للإعجاب للهند في منافسات المضمار والميدان. حصدوا الرياضيين على 21 ميدالية بما في ذلك 4 ميداليات ذهبية. أروح إلى تشارلز بوروميو، فاز بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر للرجال، بينما فازت ام دي فالسامة بسباق 400 متر حواجز للسيدات لتكون هي الثانية امرأة هندية تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية. ومثلوا كل من الرياضيين الهند في أولمبياد لوس أنجلوس عام 84، وكان تشاند رام اللي هو كان لاعب المشي 20 كيلومتر للرجال، وبهادور سينغ اللي هو لدفع الجلة للرجال، وهم الفازوا بالميداليات الذهبية الثانية في ألعاب القوى من الهند. أسطورة ألعاب القوى بي تي أوشا فازت بالميداليات الفضية في سباقي 100 متر و 200 متر للسيدات، بعدها فازت بأربع ميداليات ذهبية في النسخة التالية، بس وين؟ في سيول كوريا الجنوبية. مع هذا الأمر واجه فريق الهوكي الهندي للرجال هزيمة ساحقة بنتيجة 7-1 أمام باكستان في المباراة الختامية النهائية، على الرغم من تسجيل الهدف الأول، يعني بلش هدف وأكل 7. ظل فريق الهوكي النسائي بلا هزيمة طوال المباراة، لما سجل 37 هدف تخيل طول مشواره في البطولة، ولم يتلقى سوى هدف واحد لتفوز الهند بالفريق هوكي السيدات بالميدالية الذهبية. جدول دول المتصدر لميدالية دورة الألعاب الآسيوية 82، أروح على طول إلى الصين، 61 ذهب، 51 فضة، 41 برونز، 1-1-1 بعدد 153 ميدالية. أما اليابان 57 ذهب، 52 فضة، 44 برونز بنفس المجموع 153 ميدالية. أما كوريا الجنوبية 28 ذهب، 28 فضة، 37 برونز بعدد 93 ميدالية، أول ثاني ثالث بالترتيب العام. الهند نيودلهي كانت مميزة جدا 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 جدا، خاصة بكسر الأرقام القياسية مثل ما قلت في البداية، وخاصة بعد هذا الفيل وهذه التميمة لحلقتنا اليوم. كنا اليوم يمكن تمايمنا متنوعة، وبداية بالفيلين هيا وها من تايلاند، وختامها مع هذا الجميل الفيل الهندي بالنسخة 82. وصلنا الختام، ماسكوت متى؟ باكر باكر اي باكر فمالا. We'll be right back.